مساء الخير ومرحبا بكم في قناتكم الرائعة وفي حصتكم اليومية سيستام ديزل. رابع يوم من الأسبوع اليوم الأربعاء وغدوة الخميس وش الثاني لقيت فاطمة مسبوق الأصفار معنا محيد الدين مدبر تفوق على اليوم راح حضرنا الجيلي تاعو جديد هدايا شباب جيلي ها شباب صح شباب خير مثلك بلو 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 هذاك شباب با دو كونفيونس با دو كونفيونس كاباب تقول لي شباب ومن بعد موراس ما لازم ما نانا واش متوسوس موسوس لغم لغم كل كولور هذا الكريك بلو بلون غري هذا بلو غارونتيتا هذا بو موسوس بصح لابس تاعك قطيفه ياك وي قديمه شويه قديمه شويه جاب لي ربي لا لا تاع زاني زفلت متو ها شاو 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 لي زاني ما تاك لي زاني زفت بون توسوش عبد الله تاعك شابه لحقنا لنهايه الحصه اعزائي المشاهدين معنا قلنا محيد مدبر بجيلي تاعو جديد اللي حيد عاود ولا عباك عم بالنا برا عاود ولا للسونتر فورماسيون بروفيسيونيل وي وي شفتوا يا لي ستاجيير ويا الناس لكم تدخلوا في لي سون دو فورماسيون بروفيسيونيل عبد الله يزعق عليكم انا بريت رانا في شاسونا لي تيليفون لا العادي باش نديرو مود افيون مود جي 5 هذا مينيس لا فورماسيون هذا مينيس لا فورماسيون بروفيسيونيل ولا عيطوا لي هضرت برك عيطوا لي تمتم محيد المدبر راح للسونتر فورماسيون بروفيسيونيل مركز التكوين المهني باش يهضرنا على مهنه ميكانيسيان فورماسيون ميكانيسيان بصح تاع تراكتورات تاع تراكتورات فاغريكولتور سي تري امبورطون مليح صافي نوطو ما درناش كرونيك تاع فورماسيون بروفيسيونيل مليح الحيو ماني نقصر راكي نقعد نلعب لنا بريك لا لا ماشي درت لي شغل درت لي هدا مع الناس مساكن معنا كذلك هدر تيتاك ثقه حره على هدر تيتاك كومون فا سافا هدر تيتاك لاباس الحمد لله تريكو اورانج هذا شباب ما عندك ما تقول لا لا لبستها ديجا في 2014 ومن بعد ها ومن بعد علاش قلت انا برك توسوستي انت ثاني ها توسوستي؟ لا لا داكور هجرتي تم عزائنا المتفرجين راح تهضر لكم على دي فيلم اللي نورمالمون رايحين يديروا حاله في 2014 شو هكذا باري تاع واش من لي فيلم راحين يديروا حاله حدينا ان توب 5 في توب 5 عندنا كذلك امين يخلف ثاني عندني عنده توب 5 عندني امين يخلف معليش معليش السلام عليكم زاف تخش تقول توسوست خاش هذا وقت اليوم ولا سوقتوش عليا معليش معليش نسينا ولا نسينا ما اختك محي الدين امين يخلف راح لفيتنام جوله عبر الموسيقى الفيتناميه يهضرنا على في بوب حنا جينيرالمون نعرفوا لا كابوب اللي هي لا كوريان بوب معروفه دو كانام ستايل اوبا هذه في 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 بوب فيتنام راح يدنا توب ساك تاع الفير سوسون تاع الفيتنام الله يستر الله يستر معنا كذلك محمد بونوغاز ثقه حره على محمد بونوغاز محمد بونوغاز حضرت لنا ثاني انت يا شون سور دو توب اليوم ايميسيون انا كرونيك سبور شبيك عبد الله ايه لي فوتبول لي بلوز انتيليجون اي لي ميو ابيي او موند ولا لي بير ولا ما على باليش كيف ان تو ليكا عفسا بيزاروويد ومعنا كذلك شاهينه زدت الدين ايفيدامون لي باسكو سمحنا ندير لكم سيناريو هدايا اللي راح تطرق لواحد الظاهره ظاهره مهمه جدا في الجزائر معروفه وافا افا اجتماعيه هي تو سويس مش هكا عبد الله صافا بيان هاك تشوف فيها مريض تقول لي واش تو سويس زعما مش حبيغون واش دخلك واش دخلني تسقلي واش دخلني سقسيك بصح هاك موسوس انت اوفيسيال حتى اليوم بكرسي اورانج في الوسط بصح ماما كرسي اورانج ما تريكو اورانج تاع شاهين ما حبيتوش ديروا لي ميسيون ما ديروهاش والله العظيم ما ديروش لي ميسيون ما كان كي نقول لك حاجه لوقت سويس انا موسوس انت موسوس انت موسوس انت يا راه راه عبد الله راه كانت هادي تمثيليه صغيره تاع محمد بونوغاز اللي كنت اسيستنت دي زاد سكتوا علينا باسكو راح الحال انا نهضروا ونسينا ليماج دو جور تاع اليوم بصح ما سقتوش عليا سقتوا عليا سي بيان سور سقنا ليماج دو جور رابيدمون ليماج دو جور تاع اليوم الي انيماليير تحبوا شويه لي زانيمو شوفوا يمال وي او ام وي
كانت هذه ليفاج لي جو تاع اليوم وعلاش شوفوا توما كيفاش تفصلوها سي بون عجبتكم لها ليفاج لي جو توسوست انت والله توسوست انت توسوست لا ما تفهم وشنو ما انا فهمت واش فهم خليها في قلبي خلاص خليها في قلبك قلنا لكم بلي محيد المدبر راح للسطش واش هذا صافي بليزير ميساج واش اندار نيميرو 2 نو اندار هذا ابري لي ماتش دو جو التليفونات لا ميسوني سي با نورمال واه سي با نورمال محيد المدبر راح سونتر فورماسيون بروفيسيونيل باش يهضرنا على لو ميتي تاع ميكانيسيان تاع لي تراكتور توت سويت شوفوا معاه السلام عليكم لي ديزاد كيما قلنا غادي نهضروا على لا مينتونونس دي ماشين اغريكول وهنا غادي نتعرفوا على لو ميتي ولا لا فورماسيون دو ميكانيسيان ريباراتور ولا ميكانيسيان ريباراتريس ثاني اللي ما ولفناش نشوفوا نسا في هذا الدومين في الجزائر فالو غادي نتعرفوا على لا فورماسيون هذه من المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني زيان بالقاسم مع لو فورماتور مراج فريد نشوفوا توت سويت ونعاودوا نقولوا سبيشاليتي ميتونس ماشين اغريكول بون سيتي سبيشاليتي الجديده على الولايات تاعيات وهاي تيكري باسكو المنطقه تاعنا منطقه تاع فلاحيه اكثر فلاحيه ك حاجه واحده اخرى ولا سبيشاليتي هذه تتخصص في لا ماشي اغريكول سي la maintenance, la préparation de la machine, comment qui fait derrière. Qui a trouvé des pannes ou qui trouve une panne. Oui, la maintenance en plus c'est la préparation de la machine, de la machine en action. Et il y a la spécialité. Alors, est-ce qu'il y a une différence bien, c'est-à-dire mécanicien normal, normal ou un mécanicien dans le domaine les machines agricoles? Est-ce que c'est le même concept ou la même différence? En général, la mécanique c'est la même chose, sauf que la maintenance équipement agricole, chaque machine a des spécifications. La spécialité, on va détailler chaque machine, ou comment la préparer, les différentes pannes, les différents organes. En plus, il y a des modules de soutien, qui m'a par exemple la métrologie mécanique, qui m'a par exemple la physique, les maths. Mais généralement, je nomme les accidents, ils sont fréquents en fait, dans le domaine d'un élite carreau ou les bainés. Bon, les accidents, par exemple, on a un exemple, un module préparation de matériel de fertilisation. Fertilisation, automatiquement, c'est un peu les pesticides. Les pesticides, c'est des produits toxiques, c'est des produits dangereux. Le stagiaire il doit savoir comment manipuler ces pesticides. Les myconiarves qui fait chier du côté sécurité. Il faut utiliser les gants, le masque à oxygène, les lunettes, etc. Voilà, on a vu la spécialité, on a vu le formateur. La spécialité est nouvelle dans la Médina de Tiaret, ou même le centre Mahad Louatani, qui est le متخصص. في التكوين المهني جديد aussi donc spécialité les mécaniques fitières jdida كيما هضرنا على لو ميكانيسيان ميكانيسيان سي ان سبيسياليست دو لا ميكانيك او ديليكترونيك اي بو ريباري باغ اكزومبل دي تراكتور كوم اي بو ريباري لي ايكيبمون لي يخدم بهم الفلاح سواء صغار ولا كبار الحجم كبير ولا الصغير او ثاني يدير aussi لونترتيان dire aussi l'entretien. Donc, oui, le mécanicien agricole, ça se peut dans un atelier spécialisé, où là, ça dépend, il y a un tracteur qui est en place, dans la campagne,
n'importe où, surtout. Voilà, exactement. Donc ça dépend, oui, d'accord, les intempéries et tout. Donc c'est difficile, je suis. Comme le mécanicien d'ailleurs qui a été là un client ou là il qu'on fait place, donc il sera là ou il redemme là. Voilà, son rôle aussi, il peut graisser, vidanger ou là changer des pièces, qui m'en a faut. Ou là, il peut purger, quand il s'agit de... Voilà, mécanicien. C'est à peu près le même rôle qui m'a mécanicien, mais qui a fait des pièces... spécialisées. Il fait le pot de Voilà, c'est un métier technique qui demande de la réflexion, surtout de nos jours. Il faut une lecture de plans, de schémas. ماشي كيما بكري طورت شويه الحاله لازم يوتيليز دي لوجيسيال بور ديفينير لا بان تسمى لازم يعرف شويه يخدم لي لوجيسيال الكترونيك التراكتور هذوك فوالا و ثاني من ذاك ينجم يدير لا سودور يدير بزاف صوالح سي ميتي بوليفانو لازم يكون بوليفانو يسلك راسه كوا فوالا دونك كيما العاده ولفناكم نشوفوا توجور راي لي ستاجير راي لي ديزات لي ديزات لي ديزات تاعنا لي ستاجير تاع تيارت ولي نحيوهم نشوفوا تو سويت ونعاودوا نقولوا اي ما كاينش غلطه في لا سبيسياليتي لا علاش نغلط المهنه اللي تمثل بوكو بلوس رجال نو ماشي رجال المراه لازم شويه تكون فيني في الميدان ما شرط الراجل المراه توجور كوزينه ولا انت بغيتي هاد المهنه وبغيتي ديريها ولا بالك الاب ولا الام وجهاتك ولا الاخ لا انا قبل كل شيء كي جيت انا انسكريب كاع المعلوفين جاتني شويه ومن بعد كي عطوني شويه نصائح وكاع سييت دونك الحمد لله هي عجبتني مليحه راكي واجده باش تخرجي للتيران وتخدمي ان شاء الله ان شاء الله كيما نشوفوا هنا راه معنا موتور يعني الهدف من هاد الموتور شاولا تعرفوا لي بيس اللي فيه سي تي موتور ان كوبي تعرفوا على لي بيس لي فيه ونقراو عليه باغ اكزومبل لي بياس هنايا واش تقدر تقولنا كاين لي بياس كيما هادو نقولوا فيبروك راك تشوف فيه كاين هذا يقولوا له البيستون هذا السوباب وهذه لا براكا تعلموا اليوم الدور تاع المبدا كيفاه يخدم تاعي خير سبيسياليتي هذه لا هاد التقليد يتوجهوا لي على هذاك اختاريتها وعجبتني بزاف واللي بديت نقرا يعني وخممتي نهار اللي تدي ديبلوم ان شاء الله وتخرجي للتيرا وتخدمي فوالا خاطش هاد البلاد نخدم مع نورمال عندكم اب واه يعني هادو ارشادات ولا توجيه كانت على الاب ديالك ولا الام ولا لوحدك وحدي خاطش تما مش مهتمين بالرضاع اختاريت هذه سبيسياليتي في هذا الوقت ما بقاتش خدمه تاع رجال وهذيك خدمه تاع نساء باللي مام المراه تنجم تخدم خدمه الراجل وتنجح فيها ما لازم تقولي لهم ليهم ايه بيان سور لازم المراه شويه تدخل في الميدان مش عارف تلقى توجور ستيلو كاع شويه لي ريس وكاع وتنجح ان شاء الله المراه Voilà, c'est bien de trouver des jeunes filles qui s'intéressent à ce genre de formation, de métier. C'est intéressant, surtout pour les femmes, fait Mazara'a. C'est bien. Confortable. Confortable, c'est bien. Bien sûr, c'est assisté. C'est cool. Donc voilà, qui m'a fait les témoignages d'aller des aides. Surtout le bnat, bon, l'oulad, maalesh. Non, mais c'est bien de faire un focus à le bnat. Exactement, comme le bnat a dit, qu'on a un des ardes, enfin, un des ardes, filahia, ardes, zeraïa, où elle aimerait bien dire une formation, des diplômes, pour très bien faire un ardes. Voilà. Sinon, pour la formation, comme l'a dit, la formation fera deux ans et demi. Plus 6 mois de stage pratique. Le niveau avec un niveau terminal, soit scientifique, mathélam ou la technique, parce que l'être, je suis, parce que vu que c'est un métier, formation un peu technique, donc laisse au moins une base physique, maths, les sciences. Voilà, c'était notre métier, formation du jour à partir de, enfin, من ولاية تيارت مازلنا توجور مع تيارت قعدنا في فورماسيون ونكملوا مع ولاية تيارت تكسحها حيدين مدبر سيتي بيان كان هذا محي الدين قبل ما نجوزوا الهاجر نحيطكم علما ايها المتفرجين وايها الفقاقير اللي يخدموا معايا باللي اليوم على الساعه 8 ليلا في تسير تي في كاين نوفال ريبريك فنوفو برودوي اللي هو برودوي تيليفيزيوال باسكو الناس ما يحبوش يقولوا برودوي اللي هو بورتري دي زاد بورتري دي زاد اللي كان يجوز كانت اون بارتي كان يجوز دي فوا في سيستم دي زاد دي فوا في المجله الثقافيه دوكا ولات اون ايميسيون ابارونتيال فيها اون ديميور دونك دو 20 اور 20 اور 30 واليوم لو ديماراج تاع بورتري دي زاد راح يكون مع واحد الفنانه
أنا سولك كانت صغيرة كانت تغني مع باباها ما بشكل تفاولها اسمها ياسمين عماري بعد هذاك فوالا بعد لا بارتيسيبي ميم في ميسيون دي غراند ستار في تي اف في ام 6 تفاول قلنا اي باي ياسمين عماري دوبي طون كبرت دارت ان نوفال البوم راح يخرج هاد الايامات و اون اكسكلوزيفيتي لا دوني ان لونتروتيان سي بورتري تاعها راح يجوز العشيه في الجزائر تي في لا بروميير بارتي تاعو باسكو كان نوتروتيان في دو بارتي نشوفوا ان اكستريم بورتري دي زاد راح يجوز العشيه على الساعه 8 C'est Yasmine Amari. J'espère que vous allez me reconnaître ou les gens qui ne me connaissent pas en exclusivité, vous allez me connaître sur Dzaïr TV. Suivez-moi. يا ولد الناس شحال كذبت على الغشي اللي ينفقوا بيك كاع الناس يا اللي ركز على حيط رشي كنت حاسب ما كانش العساس والله عليك ما تفرشي ما يزيد يخطيك الوسواس على اللي درت بين الغشي L'institut là, on a fait l'IOM, c'est le Palais de la Culture. Là, où j'ai appris la musique. Ah, j'ai compris une chose à grain de star, c'est que c'est bon. T'as appris belli, pour t'ouvrir, il faut que tu travailles bzaf. الاخراج رفيق عنيق المدعو كونتر بروجي ايفيدامون ومن اعداد حليم قاسي نوتر كوليك تاع القسم الثقافي العشيه على الساعه 8 ليلا في الجزائر تي في نقعدوا في الفنون ولكن ليس في الموسيقى ما في السينما مع هاجر تيتام توت سويت الخير عليكم اي وي كيما قال لكم عبد الله اون ديبيو ديميسيون انا راني رايحه ندير لكم ان توب 5 على لي ميور سورتي سينما تاع 2014 دونك نقدر نقول لكم بلي 2014 سانونس بيان او نيفو سينيماتوغرافيك خاطرش كاين دو تري بو فيلم واش رايكم كنشوفو انصامبل لو توب 5 ونعاودو نقولو يس من بين الأفلام السينمائية الأمريكية المنتظرة لسنة 2014 نلقاو في المرتبة الخامسة غودزيلا دو غريث إدواردز. قصة الفيلم تحكي على مواجهة قوية بين المونستر لو بلو سيليبر أو موند افيك لي زيتر هومان. الفيلم يلعب فيه كل من ايرون تايلور جونسون و إليزابيث أولسن واللي خرج لو 14 ماي 2014. أما في المرتبة الرابعة كاين Transcendance réalisé par Willy Pfister
وين يلعب فيه جوني ديب و مورغان فريمان وين في الوقت الحالي ان جروب دو سيانتيفيك يخمو باش يديروا ان اورديناتور دوتي دون كونسيونس ويقدر يخمم دون مانيير اوتونوم لكن في هذا الجروب يتعرضوا لعده هجمات ومحاولات لافساد المشروع لا سورتي اي بريفو لو 23 افريل وي كان ابلود هيز كونشسنس وي كان سيف هيم نلقاوه في المرتبة الثالثة في الترتيب لو رياليزاتور دارين أرونوفسكي est fasciné par le personnage de Noé. Lakin dar un roman graphique autour du personnage biblique من قبل ما يدير une adaptation cinématographique. Et c'est une adaptation spectaculaire. Le film يلعب فيه Anthony Hopkins, Russell Crowe et Jennifer Connelly. Le film يخرج le 9 avril. Sur une arche pour recueillir les innocents. Mère! Qu'est-ce qu'il y a? Là! Or Twombly. Welcome to the world's first artificially intelligent operating system. المرتبة الثانية تعود الفيلم هير القصة تدور على تيودور اللي يعجب ببرنامج إلكتروني اللي يجاوب مع شخصيته. فوالا دوما كاينوا الافلام اللي مريحين يخرجوا ان 2014 كاين من بينهم فيلم اللي لعب فيه نو واي تاع دارين ارونوفسكي اللي تحدث على بيرسوناج بيبليك وي فوالا سيدنا نوح اللي لعب فيه انتوني هوبكنز وماشي محبو نوح اي بالا سيرفيز اي تما شوفوا نو واي مياس كي باري بان العود انت فوق الفلاش دو نوي في لعبه لوكا لوكا مي بان او نيفو دو لا رياليزاسيون بان ان تري بو فيلم نورمالمون لا دات دو سورتي 9 افريل 2014 ان شاء الله تتخيل يلحق الجزائر 2020 قبل فوالا ديك السمانه الجايه تلقاها عندنا في جي او دي في دي ما على باليش امين يخلف بتاتخ كاش فيلم شفتو في 2014 انا ما نمشيش لي فيلم ماشي في ستريمينغ باسكو عندي هوغار تي في في الدار هذاك D'accord, classe. Où je vais comme je fais au film Léo Raïch et Rudd 2014. Je fais en bande d'annonce. Bien sûr. Amsterdam, Paris. Time to put a team together and try to protect what's left and find what's missing. The Monuments Men, signed by Roosevelt. How many men? For now, six. The Monuments Men يحتل المرتبة الأولى من بين الأفلام اللي خرجت هذا السنة. The Monuments Men, c'est la cinquième réalisation de l'acteur et réalisateur George Clooney. أحداث القصة تحكي على دي سولدا اللي يحاولوا استرجاع كتب وتحف فنية مسروقة من طرف النازيين أحداث القصة تدور خلال الحرب العالمية الثانية This is why Hitler didn't bomb Paris Well, he bombed London Yes, I know ولكن الفيلم The Monuments Man اللي يحتل المرتبة الأولى في لي سورتي دونك لا سورتي نورمالمون سي 15 فيفري 2014 قريب و 2 فيفري ان شاء الله تلقاو يتباع في القبة في الجالاكسي يلعب فيه جورج كلوني ومام هو المخرج أيضا تاع هذا الفيلم يلعب فيه دائما وي دائما باسكو كي كنا نتفرجوا خلاص خلاص قولوا له الكاميرا عليا الكاميرا ملي كي قف كي كنا كي كان يجوز هذاك لو بيتي سوجي قلنا مدام قالتنا نو ماشي مدام ما دائما شكل خلاص دوكا انت كاعد تفضلي ويلعب فيه جون جودمان وكيت بلانشيت اللي تويدت ولا باحسن دور في الجولدن جلوب وي ريسامون مبروك عليها كانوا هادو مال الافلام اللي رايحين يخرجوا 2014 هادو توسوس تي لا لا با فريمون دونك جينغل لي مال فوالا من هاجر تيتام الرائعة إلى شاهينز داود الدين الرائعة اليوم حتى هدرنا على واحد الظاهرة ديجا حنا عايشينها لنا في الشركة نو في ديجا في الميتي تاعنا كاين بزاف كاين الحفال كثر من توتويز سي فري وكاين لا ميغالوماني لا 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 هاك غلط لو كان ما كانش توتويز ما يكونش الحفال باسكو تلمو كاين توسويس كاين الحفار ولا باسكو كاين الحفار ولا لانفيرس ما على بالناش ان توكا شاهينة داود الدين معروفه بالسوجي مواضيع الحساسه طرقت الى موضوع التوسويس توتويت معاها توسوستي
مساء الخير عليكم ومرحبا بكم. الوغ اليوم انا راح نهضر لكم على موضوع ايوي حساس جدا واللي هو التوسويس والمتوسوسين. الوغ كاين اللي توسوس من جارو، كاين اللي توسوس من صاحبو، كاين اللي توسوس حتى من مرتو، وكاين اللي توسوس حتى من روحو. صح كاينه فوالا. دونك سونتر تاردي نخليكم تشوفوا راي الناس في هذا الموضوع. حبيت نسقسيك انت موسوسه؟ بانو بلا اسكو عندك واحد في الانتوراج تاعك موسوس؟ با ابارامون مون فيس فيس قال لك انا واحد موسوس. اه مين داك باغ اكزومبل؟ من واش كي نتقلق؟ اها نتوسوس من واش؟ من واش ندير حاجه ما نديرهاش بدات نتوسوس. اذا هادي سي فري ماشي سي فري كيما كي ندير اختبار. انا بارتيكولييرمون جو با موسوس، انا ماشي موسوس مي شويه سوبرستيسيو. كان شويه حوايج جو سوبرستيسيو فيهم. Par rapport aux Algériens, je pense que je suis moussous, je suis bzaf moussous. Et je ne sais pas si je suis en soubre, en principe. Je suis en soubre, je suis en soubre. Lorsqu'il fait ça, il faut faire ça et développer tout le soubre. Je pense comme la moitié des Algériens, oui, je le suis. Et je l'avoue. D'accord, mais nous, par exemple, qui est-ce? Je ne sais pas, femme, un collège. Il y a par exemple, pour Bela, je vais acheter un pyjama. Je vais acheter un pyjama, je vais acheter un pyjama. باش يجيك بلو لارج. قالت لي علاش سمنت؟ قلت لها نو، قلت لها باسكو لي بيجاما يجيو لارج. فوالا موسوسه هنايا طري موسوس. علاش موسوس؟ من واش موسوس؟ من كلش. دوك هكذا وسوستيني علاه كي راكي تكملي فيا هكذا اللي توسوس. هذا ولا غير موسوس صاحبي لا موراي اللي طلع الكارو ولا غير موسوس طري موسوس من كلش من كلش. زيد فيك الشكل اخت انا هاوليك شو هاوليك هذا طري موسوس. كاين من داك يديروا لك الناس يديروا لك جاست اللي توسوسي تو سامبل بالك دي سامبل جاست هكايا توسوسي منهم بالك مروحك انت توسوسي. باغ اكزومبل كاين ناس توسوسو كيما انا بالك تشوفي روحك المرايا بالك تقولي هادي ماني شابه ماني شابه فوالا سا دير توسوسي. يجيك يجيك وسواس على فايس دي بتيت شوز. وكاين لي مرض كاين فوالا بالك تجيهم من مالادي ولي توسويس عندهم هكا في الدم سا دير جو سي با بالاس. كاين بزاف كاين اللي يضرب الغاشي كاين اللي يرمي روحه وكاين اللي ايه كاين حتى يربح العيب لحبابه. فرايي واحد اللي توسوس اي لي با سيغ دو لوي موسوس بور موا باسكو جو سي با. لو كان اون بيرسون تغزر فيك بيزارمون ولا بالك باسكو غارت منك تي تحسبي باسكو نو ماكيش لابسه بيان ماكيش ماشطه بيان اور كو يفوا افوار كونفيونس ان سوا باش ما تكونش عندك التوسويس هذاك مال بلاسي. باغ اكزومبل في قهوه ولا يجي واحد يقول لك خويا واش راك تشوف فيا علاش راك تشوف فيا انت راك تشوف ما شفتيه ميم با هو يقول لك خويا علاش راك تشوف فيا ولا يدور موراه يشوف فيك كذا فوالا. مخديره توسوس مخديره تهلوس توسوس ثاني زطلا توسوس اي الله ليت كيف زطلا توسوس موسوسين ملاح هكذا توسوس ملاح ثاني يفيتي لك بزاف عفايس كي تكون موسوس يفيتي لك لي بروبلام. ما دوك هكذا ما يسرقونيش انا موسوس تما كل عفسه راهي بلاصتها ما غاداش يسرقوني. نقصوا شويه برك متوسوس شويه برك ماشي حاجه كبيره مي شويه برك توسوسوا من روحتيكم ما توسوسوش من الناس ماشي توسوسوا حتى تخسروا ناس. قول لهم يا خو شويه نقصوا شويه متوسويس ودعوا ربي سبحانه ربي ان شاء الله تبراو برك هذا ما كان. امين يا رب العالمين. دونك كما شفتوا كان هذا هو راي الناس في الموضوع التوسويس. نقدر نقولوا باللي الوسواس هو نوع من انواع المرض النفسي يا امين. الوسواس الخناس قلت لي وسواس جاي من الخناق علاه وسواس الخناس؟ سمعت الوسواس الخناس هاك وسوسني جوستومون. دونك الوسواس يجي عند الرجال كما يجي عند النساء وفي المجتمع كاين من خمسه الى وسواس. عندك طوطه كيفاش؟ عندك طوطه كاين توسويس. قال عندك سباحية زعما عندي توسوس ولك طوطه بيناتها. داكوغ تعرفوا تفلفسوا تفلفسوا. دونك قلت باللي الوسواس يجي من بين 5 إلى 10% في المجتمع. وكما ثاني الوسواس هو عبارة عن عدم ثقة الزائدة في النفس وثاني عدم ثقة الغير في الغير فينا حنايا ثاني. تفضل كو أون في با كونفيونس لعمرنا والناس ثاني أون في با كونفيونس هذه للغاشي. دونك كيلكو بار تولد ثاني التوسويس كاين وي ثاني كي توسوس من حاجه جو بونس بلي هذيك العفسه راهي فيك انت هي توسوس من هذا زعما حيت جوستومون ماذا بك سي فغي سي فغي ما توسوس من روحك ما تخافش الناس اللي واش يشوفوك ولا ما يشوفوك كونتي سو دو تو ما توسوسش على ديك الصحه محمد بونو غالي كيما توسوس على بالك شي كاع موجود. دونك الانواع تاع التوسويس كاين صنفتهم في زوج. كاين الوسواس العادي اللي يقدر يصرالنا كامل حنايا باغ اكزومبل عندك ان اكزامان ولا تجوزت ان اكزامان
et bon خدمت فداك ليكزامان مي ماراكش سور بلي هاك رايح تجيب اون تري بون نوت دونك تو سويس سا سي سي لانكيتود مي تو سويس انه خدمت ما خدمتش بيتيتر نو في هذيك لا كيسيون هذيك جلي بيان دونك تكون عندك كمان تو سويس هذه حاجه عاديه كاين حاجه فتو سويس لي كي بلو غراف كو هاد تو سويس العادي واللي هو الوسواس القهري اللي يقدر يولي حتى ان هانديكاب في حياتنا هذايا وي اكزاكتومون دونك سي اون مالادي فوالا سي اون مالادي اللي قلت تولي تقدر تولي لكم حتى ان هانديكاب في حياتكم دونك الوسواس القهري هو عباره عن عبارات ولا حتى افعال تجي عند الانسان دونك هاد العبارات هاد مولا الافعال هادوما اللي بوتيتغ هي حاجه تافهه مي باغ كونتخ هو يشوفهم حاجات تري تري امبورطون ولازم يديرهم شغل هو متقيد بهذيك الفكره ولا بهذاك الفعل وبوا وين يشوفها حاجه لازم تكون باغ اكزومبل جو فو دون ان اكزومبل واحد اللي سوا ديزون الى sa douche par contre pour lui لازم يعاود il prend sa douche encore une fois ça veut dire qu'il يحس بلي ما il est sale il a envie de prendre sa douche 3-4 fois تلقاه يتردد انا والله ما عندهم توسويس في هذا الكوتي هذا ما دابين لو كان par exemple je vous donne un autre exemple par exemple واحد يكون غلق الباب قبل ما يروح يرقد ولا طفى الغاز مي راهو موسوس يعاود يفيريفي 5 ou 6 fois il se dit non je l'ai c'est des tics hado je crois des tics et des tocs oui mais c'est trop quand c'est trop c'est quand ça devient tout suisse comme je قلت القهري واحد par exemple il a des objets هكذا يقدم قدم il les garde il se dit peut-être هاد لي زوبجي هادوما يجي نهار ونعاود نرفدهم et voilà je vais voilà ils vont me rendre utile mais par contre c'est des objets اللي يقدر يعاود يرميهم il peut utiliser حوايج واحد اخرين pour زعما واحد يفيريفي الغاز وكذا ça vient d'un choc ça vient d'un truc exactement انا c'est vrai انا جاي صح صح si 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 il a raison il a une quand une part de voilà pour une fois عندك الحق والله صافي في بليزير فوالا داك تحبس في قاله لا انا موسوس 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 ما بارانويا كاين ثاني اللي عنده الوسوسات من التلوث باغ اكزومبل واحد يكون مس واحد ولا مانياك تري تري مانياك دونك il se dit انا je vais aller me laver les mains parce que مسني تحيه خاصه للكاميرا مان تاعنا فوالا دونك يجيب لهم بلي يجيب لهم ربي بلي يديهم مازالهم مسخين دونك يقعدوا غير يغسلوا في ظهرهم دونك حتى هادو ما اون جينيرال الامثله اللي تقدر تكون على اللي عنده الوسواس القهري دونك كي سا دوفيان اون مالادي كما قال مقبله محمد بونوغاز الى با تور بلي صح يقدر يكون فيه ان شوك ملي كان صغير يكون فيه ان شوك ملي كان صغير صرالو ولا باغ اكزومبل يكون فيه نقص في العاطفه ولا حرمان العاطفي دونك اوتوماتيكمون ثاني تولي له voilà tu comptes année un do un traumatisme donc il m'a dit ou là doit fi à charcia naks kodorat naks kodorat كبيرة بزاف naks kodorat c'est vraiment mauvais دونك سينو اذا نهضروا شويه على الحلول عبد الله اللي يكون عنده هاد لا مالادي اللي تقدر بلوتو الوسواس اللي تقدر تولي لكم اون مالادي لازم بيان سور تكون فيه اون بسيكوثيرابي يتابع عند الطبيب النفسي باسكو سي كو ميم سي ان بو ديليكا فريمون لازم تكون فيه اون بسيكوثيرابي و سينو انا جو كونساي لي جون باش يديروا سبور باسكو سبور تحس روحك ايبانوي تحس روحك بيان اي ينحي تو صافي عندك سيرفات مقرعه توسوس وي ما لازمش شوف عليك داخل الصاله هذو المواد بعد سينو لازم تكون عندهم ثقه في انفسهم لازم يهضروا مع الناس يفو با يفو با يخليو غير ليهم هما يفو كي لون بارل اك مسوس عبد الله كانت توسوس هذيك تي بورتون مقبله عطالك عطالك امين ديو جامي دلا في امين ديو ديالي والله كملوا لي كاع voilà donc il m'a dit il faut qu'il en parle à l'entourage tu vois il faut pas qu'il laisse برك faire donc c'était ça Abdallah sinon on نروح لكم شويه قبل ما نروح انا حابه نسقسيكم انتما موسوسين non عندك انا عندك عفسه هنا عندك حبه حبه فين في عندك جوار عندك شو موسوسه واحد يشوف عندك ملي عندك ملي وثيره انا معليش دقيقه انا نكوبي ونعيط لا ماكياج باسكو فريمون لا لا تري بيان دونك موسوسه انتما نو جو سوي سور دو موا انا من توسوس من الناس نو اه هاجر
توسوس انا قصد واحد اللي ما يمن بول لي زارجيان بزاف ولا ما يمنوا بوالو توسوسهم كلش صدر يدخلوا الشك في كلش باسكو يا مونك دو كومونيكاسيون ولو مونك دو كومونيكاسيون صدر في لي انفورماسيون من عند الدوله معانا امان فير سيتياسيون دو توسويس تولي حاجه اللي تصرا مام بانان وا ما كاش من هذه فيها ان عبد الله تاني في السوسيتي تاعنا يا ترو دارناك يا بزاف صوالح دو سو جونغ سي بور سا الناس سي تو في با كونفيونس كا وي ثقه ثقه قاش شغل عبسه تاليه ولا تشري تريني انفان باسكت ولا تتوسوس منها ودا حره ولا ماشي حره تالمو المارشي دخلوا شنو هادي ماشي غير لي زارنا كاين بارتو تكما في صدر لو مانك دو كونفيونس اللي اصلا عليه ان شاء الله براو في المجتمع سي فري دونك نقول لكم شويه واحد المشاهير مشاهير اللي عندهم الوسواس القهري القهري جو بريسيز بيان كيما فهمتوا لكم قبيله الواعر هذاك دونك نروحوا نشوفوا عمر لا بروميير ايماج عمر ما عندوش دونك دافيد بيكام وي عنده موسوس بزاف فريسك لونفو موسوس بزاف وي ميرسي بوكو لي ميرسي يحسب هي مرتو توسوست منه واحد الوقت ثاني اه وي هو هكا ولا هكذا مش موسوس هو بصح بون عنده وسواس القهري ما اه الى سي بالك شعرو راه البونكاس باه ودي فيري في الدراهم شعرو انا جو بونس نروحو نشوفو لا دوزيام ايماج تاع مايكل جاكسون ثاني هو عنده وسواس مات هو توسوس من وجهه لا هو مقوة تاع باكي راح يخمس معاك رضا سيتي ساز ومن بعد يعاود يقول وقيل ما خمست معاه زيد هو كان عنده رضا سيتي ساز تحيوه والله راح عرضناه السيستم ديزيت قريب يجي ان شاء الله كي فافيغ نوفيل البوم برومي يجي مايكل جاكسون كان مانياك مانياك تاع لا بروبريتي وكان ايبوكوندريا كان يشرب بزاف شاف دوا اي اوتوماتيكمون ما كانش باكي لي على بالك على بالك كان يدير لي غو يدير لي ماسك واحد الوقت اخي كان عايش في واحد الكيسون دوكسيجين باش ما يقيسوش فقط اللي دايرين به نعزل نروح نشوفوا لا ثروزيام ايماج عمر تاع كاميرون دياز ثاني وسوس معيني راه جنبين كاميرا شبيعه عاده توسوس توسوس كيف كيف توسوس توسوس ما يديرون تاع عينيها زروقه خليها توسوس ما عليش بدل نقبلوها كاميرا ديال توسوس نروحو نشوفو لا كاتريام ايماج اللي هي عمر عبد الله بن عدودة من المشاهير الموسوسين في العالم في الجزائر صح قلت لها دخلت صباح قلت له بونجور ضربنا دور هكذا في القهوه قال لي سمعت ما تقوليش بونجور قلت له والله ما قلت لك بونجور قال لي ها والله ما شفت يا بونجور موسوس انا صح انت والله اتفقت الجماعه على عندك موسوس خلاص تاكر انا وين موسوس سي با لا انت موسوس هذا طاك طاك ليك تريد تعرف انا موسوس والله أباك في الجزائر في الجزائر هذاك اللي يقول لك انت موسوس هو اللي موسوس الكبير انت ماشي موسوس كيما تاع دوك تاك تقول لي انا موسوس هذا قال لي دروك تاع موسوس هذاك هو اللي موسوس هذا ليك ستريت توسويس انت ليك ستريت توسويس انت شغل ديفاسيون ثلاثه انت توسوس ثلاثه توسويس كمل عم هذه فيلوزوفي توسويس ما محت موسوس كيف خلاص دك نوض لقيرة كمل يا شاي ناس بطب لي قاعن توسوسو قاعن توسوسو ما يكل واحد من السنسان ما نوصلوش الوسوس القهري بس شو يقهر انفا نروح نشوفو دوكا سنتر تغدي عبد الله لو توب 5 تاع كريزي دي زاد كريزي تاع توسويس موسوس على طيب قالوا لي بلي توسويس مليح ودي فوا ماشي مليح وكاين لي موسوسين دوريجين جا في الباطا هكذا كاين بزاف لي كاتيجوري تاع الموسوسين وعلى هذا خيرت لكم كلك موسوسين ودرت فيها ان توب 5 تاع الموسوسين نروحوا للنيميرو 5 تاع لو توب 5 علي الخير جاري العزيز غير تقدر تجي تعاوني في القضيان علاش راك تجيب فيها حلا بنات قالوا نجي نعاونك ايوا ودوكا نروحو نيميرو 4 تاع التوب 5 نسيت باش نقولكم هذا شاف فيه مضرر وراح يرقد
نروحش لهنا وحدي. نيميرو 3. ايش رايكي؟ يا ديماري يا خو الوقتي. ديماري؟ واش ديماري كيما تحب انت؟ ديماري كيما نحب انا؟ واش بك موسوس هكذايا؟ كي ولات هكذا اقسم بالله ما ديماري. صحة. مي سيركيلاسيون. اي واش دايرك في الجزائر يا خويا؟ يا مان اخو داك قاعد قاعد ما كان والو. تشوف بالرطابة هذاك. صوت تجيب لنا بطاش معرة. بطاش معرة. شبيك تسربسني هنايا؟ شبيك موسوس؟ انا تسربسني موسوس انت؟ انا موسوس انا موسوس انا ما نحس بان انا موسوس تأنوش انا تأنوش نميرو 2 اندو سيوز. صباح الخير دكتور. كنت نمشي عبر القصة روحي بواحد الحديدة لهنا معليش جوز لي فيزيتا دكتور عبر شغل كيل قطعة وطنط شغل نحس واحد سطر لهنايا وكان جوز لي فيزيتا ولا عرب جبل ربي كينا حاجة دكتور أمين يخلف جاب لي بيتزا كاري كليتها ما بيج دوك ما زال ما حسيت والو مي جاب لي ربي احنا مرضى كنجوز لي فيزيتها ماشي خير سما شغل كنت نجري ومن بعد شغل حبست الساك كي حبست الساك شغل حسيت حاجه هكذا تصطر في لهنا في ظهري جوزنا فيزيتها بالك عندي حاجه بالك دكتور شوف انا نضربك شوف نريك برميك تصنبر صح دوكا نروحو نيميرو 1 تاع لو توب 5 واش حبيبي صح اخو واش ديماري غنتكلو على ربي هذيك هي عطينا شويه ريحه منها نشم نعطيك شويه ريحه كارو منا اسمع نوصلك ونعطيك الريحه ونعطيك كارو ما نديرهملكش كاع هكذا شبيك هكذا شبيك موسوس هكذا انت كو بيبي انا كو بيبي ما تجيش ما تجيش ما نروحش ما تعطيني ريحه ما تجيش هاي روح هاي فوالا انا خلصنا في هذا الفيديو كالعاده والعوايد كان معكم ديزات كريزي ما بقاني غير نقول لكم السلام سلام 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 دونك سيتي سا السوجي تاعنا تاع اليوم انا نقولها ما توسوسوش بزاف احنا كاع موسوسين تاع العقل بركتك صح شاهين زاد الدين بدون اطاله نمروا ديريكتومون ل امين يخلف عفسالك محمد بنوغل امين يخلف اللي راح لفيتنام راح فيتنام باش يدير لنا التوب 5 تاع لا في بوب لو في بوب هي لا فيتناميان بوب يا لي كيفارون نعرف احنا نعرفوا بلوتو لا كا بوب تاع لا كوري بحيا أمين يخلف ديسيدي يدير يهضرنا على الموسيقى الفيتنامية المعاصرة شوفوا معاه تو سويت السلام عليكم شغلي دي زاد السلام عليكم شير كولاك كيما قال لكم عبد الله خرنا لكم موسيقى الفيتنامية كيما نعرفوا فيتنام معروفة بحرب الفيتنام اللي بدات في 1954 وخلاص في 1975 وتانيك ماشي معروفة غير بالحرب 54 75 خليني نخدم شاهين زاني عارف مالكش متاكد من القدرات تاعك متاكد بيان سوني متاكد خليني نخدم كيما قالت لكم شاهين وسوسني شاهين في 1954 بدات وخلصت في 1975 وثانيك ما عندهمش غير الحرب عندهم الموسيقى ثانيك ومعروفين موسيقى البوب اللي ظهرت في اواخر التسعينات وحنا خلينا لكم 5 توب تاع لي شونسون فيتناميه نبداو لا بريمير شونسون اللي هي المغني تشان توانغ لونغ ترانك توانغ لونغ هذا شغل هذا شغل تامر حسني تاعهم يغني شغل شرقي بالفيتنامي راك فاهم شغل تامر حسني تاع الجزائر تاع فيتنام خلطه داك والغنيه اسمها كزينغ دونك ساروا واحد اللي ما قدرش يقراها كزينغ دونك ساروا جوز اللي معناتها بالعربيه حبيبتي لا تبيبيلي لان ما نقدرش نعاود لك ما عنديش لي جينيتي ويا لا 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 مليحة والأغنية الرابعة هي للمغني توم لام
طولام واعره هذا شو صح ولا والله غنهم طولام وشنو هادي محيدين طولام شنو هادي طولام طولام وهذا جاي شغل جستن معمر جستن بيبر جستن بيبر والغنيه واسمها موات سوان دونغ موات سوان دونغ اللي معناتها بالعربيه قلت له انا انه تقولهم انا انوش انا انوش ما قري حلبني ما نحبوش لا 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 مليحة جستن واسمه جستن جستن معمر مليح والأغنية الأغنية التالية كانت للمغني دو يونغ جي وهذا شغل الشاب راين مقلش أغنية واسمها قومو سهلة لي معلتها بالعربية عايرتني قلت لي شبخت شعرك أحمر قلت لي عايرتني قالت لي صبغت شعرك احمر قلت لها درت الحنه باش يولي عندي زهر الي ملاحة نوادرو في مي في نوادر روحوا للمغني أغنية الرابعة لمغني بيتي واسمه المغني بيتي هذا جاي مغنية هذه بيتي جاي شغل سعاد بلونشناج تاعنا شغل مغنية الشابة سعاد بلونشناج وين معروف والغنية واسمها الغنية واسمها I love you اللي معناتها بالعربية هومري عرفته في الفيسبوك قلت له ما نشوفكش غير جبت بوك الله راح نسمعها سعد بلونشناج سعد بلونشناج كيف حفظت على الغنية؟ غنيها جو انت لك اسمها سمي الله ماري روحوا الله سيكيام شانسون هي للمغني لا بريمير بلوتو هي للمغني داين يونغ هذه هي داين يونغ داين يونغ والغنية كما قريتها ما فهمتهاش واسمها ترو لاي طعم أقسم بالله ما اسمها هكذا اقريها اقريها ترو لاي طعم طعام هذه تاع الشاب أميل مريول تاعنا والغنية اسمها سمحي لي يا ما لو كان ماشي لابي ما نديرش لي سان شونسون تاع الفيتنام في التلفزيون الي
سيتي لي سان شونسون تاع الفيتنام بيان ولا بيان بان تاعك جايب لك طون فيزا روح ماركيت باللي الموسيقى المعاصره الفيتناميه ريسومبل بوكو لا ميوزيك امريكان باسكو فيتنامين قلت لك هادو سي دي امريكان باسكو قعدوا بزاف لي امريكان تما سي نورمال تما كانوا مستعمرين عند فيتنام والفيتنام اللي كومم داروا اون دي غير دو ليبراسيون ناسيونال غير دو ليبراسيون ناسيونال اللي حنا سيت انسبيري منها في حرب التحرير تاعنا احبابنا الفيتناميه كان هذا امين يخلف ندوزو ديريكتومون لمحمد بنوغاس اللي حب يهضرنا على الفوتبال ما باليش علاش مي من جهه لي فوتبولور لي بليز انتيليجون اي لي ميو ابيي دو موند هذه هي توت سويت مع محمد بنوغاس السلام عليكم الديزاج جيسبر راكو بيان كيما قال عبد الله اليوم حضرت اون كرونيك سبور ما كانش بروال ما كانش تيرمان راني هنا توسوسو مني راحو بون واحد نبداو الاولى بامتي كويز مع ليكيب تاعنا تاع سيستم ديزاج فعلاش لبست الطابليه تاعك تاع الليسي ما فهمتش انا علاش لبست بها تاع الليسي ماشي مكتوب سا نوماج سا نوماج لا شو لا بومي فوا دو بي ادو تاع كريم تبان شغل طابليه هادي لا زرقاء شالي افوا الاخو 3-0 جمال عبدون جمال عبدون جوار الجزائري بالك 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 ولا ابو تريكا ابو تريكا ما يقدرش فرونسي ما يقولها بالك ا دوميسيل بون لي فراز اون فرونسي بصح قالهم بالعربيه قادر يلفو جو ا دوميسيل كوم اون جو ا لا ميزون من يخلف جمال عبدون اجابه صحيحه على جو ا دوميسيل كوم اون جو ا لا ميزون مليحه يعني تلعب في ستادك شو تلعب في ستادك صحه جمال عبدون بياج ديك صحه جمال فريمون Alors la deuxième phrase, il n'y a qu'une seule possibilité, gagner, perdre ou faire un match nul. Ah, je connais d'aller à Bonatello. Soit Beckenbauer, soit Msekni, soit Inzaghi. Msekni. Is it Beckenbauer? Le Brésil va gagner l'Euro 2008. Ah, je pense que France a la Coupe d'Afrique. Ah, voilà. Soit Rafik Saifi, soit Lisa Razou, Oliver Kahn plutôt, à la France Maïs Jemaa, soit Lisa Razou. Ah, avec Lisa Razou, non? Lisa Razou, je crois l'intérêt. Oliver Kahn? C'est ça? Loul. Shkon? Beckenbauer. Saifi. Khouled. Saifi. L'Allemagne est une équipe très difficile à jouer. Elle joue toujours avec 11 internationaux. Le Farik Allemagne est saïb à la khatr laïb en taou, fait 11 doualiens. C'est vrai, barak me connais doualiens. Idjaba, soit Steve Lomas. Je connais d'ailleurs, c'est ancien joueur et entraîneur. Là, je vois pas la Lomas. Rabah Madjar. L'Akhdar Bloumi. Bah, l'Akhdar Bloumi. L'Akhdar Bloumi. Amin. Voilà, Lomas, mais. عندك رابح معجر محي الدين الاخضر باللومي امين
بولا دوماس هذاك الاول ستيف لوماس اجا باس بون سيتي ان بياج لالمان وما جاتش هو بلومي سي فري بك باش نقول لك بك خويا ستيف سما بوغ اتر انترناسيونال سما يفو جوي دون ليكيب ناسيونال دونك فورسيمون انترناسيونال فاصون بين لي فوتبولور حنا نطلبوا منهم يلعبوا نو هذا واش كاين هذا واش كاين لعبوا بلا بيت دخل السير معاكم نروحوا لو ديرني مازال مازال كاين مازال مازال لا فاز الاخرى يقول لك Ça m'est égal de perdre tous les matchs si à la fin de la saison je suis champion. Ah, je suis champion. Mais je suis champion. 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 Marc Viduka. Deuxième, Didier Drogba. Troisième, Zlatan Ibrahimovic. Didier Drogba. Ibrahimovic. لا السؤال صعيب يعني جاوبك عليه والله غير يعطيك الصحه محيدين نشكر العائله تاعي نشكر ماك فيدوكا نشكره على فرص لعبك باش نقول لك برك ما كاش كيفاش تخسر كاع لي ماتش ودي شامبيون صف الجزائر فيدوكا دي قالك يلعب في ليت صف الجزائر كان يلعب في ليت بالك قالك يلعب في ليت وي كان يلعب في ليت خسر كاع لي ماتش ومن بعد تشريهم كاينه منها تدي شامبيون وليت هما كان هو مسكين كان مليح خطره في ديبيل 3 ضربه تاع الين سميت هو فرديناند ولا كونتر 3 ولا ما داو بيد اليوم مع الولاد ديالو دوزو تاع حنا نحكوا نروحوا للطوب بين ما ليكيب دو ديمونش عبد الله الوقت نروحوا للطوب 3 تاع لي جوور لي بلو حطها او موند ابعد عمر خويا ماشي قال ناقص قدرات Bon, il y a une surprise, il y a le prix du sacrifice. Les ballons d'or à Tawal, tu vois le style vestimentaire des joueurs, il a raté sa carrière. Le prix du sacrifice. محيدين مرمر خويا يعطيك الصحه فيليسيتاسيون صافي بليزير فيليسيتاسيون محيدين مدبر خويا محيدين مدبر وجيني تي غاني لو تروفي تاع لو ساكريفيس كي جورنال بدون صفر سافا شوي كلاسي شوي كلاسي كومان على حسب اللبسه تاعك طرات في غون كارير دي فوتبول دو خويا محيدين وي ميرسي ميرسي جي لي صفر تاع محيدين اه وي بيان سور معروف معروف كانت هذه لا كون اكسبور ديالي يعطيكم الصحه ليكيب السلام عليكم سي بون يعطيك الصحه محمد بونوغاز اليوم في لاباج فيسبوك تاع سيستم دي زد اللي تبان اسفل الشاشه طلبنا من المشاهدين تاعنا يخيروا لو سون دو جور تاع اليوم طلبنا لهم برك باش تكون يعني اون استوار ديال لا شانسون كي تخيروا اون شانسون قولوا لنا وعلاش صادير كاسكا لا سكري فو كلكو شوز ايتترا ماشي غير الكليب وكاين دونك خيرنا احنا اليوم بون يا بوكو دو ريبونس سمحوا لنا اللي ما جوزناهم ما قدروش نجوزوهم خيرنا وحده نديروا قرعه ماشي خير نعاودوا نخيروا يعني مازال ليامات من داك نجوزوا دي ديديكاس دي شانسون شوازي بار لي تيليسبيكتاتور لا شانسون هذه خيرتها واحد الانسه اسمها مايا برطال اللي هي واش داك الغنيه اسمها واش داك تاع الكوليكتيف اسمه 20 سنه بركات سيتي ان كوليكتيف اون شانسون داروها هذا الكوليكتيف 20 سنه بركات على لو فامو كود دو لا فامي يعني اللي كان يليزي بوكو لا فام الجيريان على ليبوك دوك ابارامون تبدلت مايا برتال تقول لنا جو شوازي واش داك دو كوليكتيف 20 ans بركات جوست باسكو دون لا شير دو بول Que la mobilisation des artistes donne du baume au cœur et que même si depuis le code de la famille a été revu dans les faits, il y a de quoi encore faire et annuler la situation de la femme au Djazair. Voilà. Donc nous sommes le collectif d'artistes et le son du jour d'aujourd'hui. Voici donc le choix de Maya Bertal, notre téléspectatrice, on a de nouveau. العدل ما يسواش في غيب الميزان
يا ناس الجزائر غطاو الشمس بالغربال نحاجيكم يا بنات عشرين سنة بالي très belle chanson, hommage aux femmes algériennes, les Nhayouham, les Al-Jazaïriyat. Nhayou, tani l'équipe de notre système Bizet, Nhayou, comme Ayouha Al-Mutafarijin Al-Kiram, qui est une rediffusion de l'émission à la Sahara. راني شايل خلونا الاقتراحات تاعكم في لاباج فيسبوك تاع سيستم دي زاد قولوا لنا بلي حنا شابين بلي حنا هايلين مي ما تسبوناش باسكو قربنا الهيف وماشي حنا اللي كلنا البلاد كذلك تلاقوا غدوا نفس المكان نفس التوقيت اذا حبيتوا وما ميلا ما حبيتوش رانا هنا باسكو داو سيستم دي زاد باي باي